للتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول رئيس مركز ين يمن الأستاذ صالح الجبري. أستاذ صالح، بداية مرحبا بك. الأمم المتحدة تحذر من تعرض حياة أكثر من 20 مليون يمني للخطر بعد توقف المساعدات. كيف تصف أوضاع اليمنيين في ظل تباطؤ عمليات الإغاثة؟ شكرا جزيلا. للأسف الشديد الأمم المتحدة حولت القضية في اليمن إلى قضية إنسانية فقط، وللأسف تشارك في استمرار تمدد وتوسع المجلس الانقلابي في المحافظات الجنوبية المدعوم من الإمارات، وشاركت في غض الطرف عن استمرار الحوثي في قتل الشعب اليمني وفي ارتكاب الجرائم بحق الشعب اليمني من قطع الرواتب لأكثر من عامين، انتشار الأمراض، انعدام المشافي والمصحات، انتشار الأوبئة والأمراض في المدن التي ما زالت تحت سيطرة ميليشيات الحوثي. الأمم المتحدة فقط أصبحت تسوق للعالم بأن ما يحدث في اليمن هو موضوع إنساني. طيب، ما الذي جعل الوضع الإنساني في اليمن بهذه الحالة؟ لا شك أن الأصل أو أس المشكلة هو انقلاب ميليشيات الحوثي الإيرانية على الشرعية في اليمن، واليوم للأسف الشديد هناك احتلال إماراتي للمحافظات الجنوبية، بدأت بإسقاط مدينة عدن عبر مجموعة من المرتزقة وكذلك أبين، واليوم تحاول أن تدخل مدينة شبوة المدينة الثالثة في المحافظات الجنوبية. كيف يعني عطلت ميليشيا الحوثي تدفق المساعدات الإنسانية؟ ميليشيات الحوثي للأسف الشديد عندها ضوء أخضر من قبل بعض المنظمات التابعة للأمم المتحدة، ورغم أن التقارير رفعت من السلطة الشرعية في اليمن وبعض المنظمات المجتمع المدني بأن الحوثي يسرق المعونات الغذائية ويوزعها على يعني محاربيه ومقاتليه في الجبهات تحت مسمى دعم المجهود الحربي، يعني أكثر من فضيحة وأكثر من سرقة كشفت على ميليشيات الحوثي. وبعد ذلك تأتي بعض المنظمات الأمم المتحدة توقع اتفاق مع ميليشيات الحوثي على إدخال المعونات الغذائية، يعني شيء غريب وعجيب من الأمم المتحدة. وهناك اتهامات من قبل الحكومة الشرعية وكثير من منظمات المجتمع المدني والمنظمات الإغاثية للأمم المتحدة بأنها للأسف الشديد يعني عبر مخابرات لها مدعومين من قبل يعني ميليشيات الحوثي الإيرانية، للأسف الشديد بدل أن تذهب هذه المعونات الغذائية إلى المحتاجين والفقراء والمساكين من الشعب اليمني كما صنفتهم أكثر من 20 مليون محتاج للتغذية، يذهب إلى الجبهات القتال للأطفال والمقاتلين. طيب، لماذا تقصف مطاحن البحر الأحمر في مدينة الحديدة؟ أخي العزيز، هذا الموضوع قديم وقصف من قبل ميليشيات الحوثي الإيرانية، والأقمار الصناعية وضحت هذا الموضوع. الحوثي للأسف الشديد يعني يتباكى بالوضع الإنساني في اليمن، وهو الذي أوصل القضية أو وصل الحالة اليمنية إلى هذا الحال. يعني أكثر من 5 سنوات ما الذي قدم الحوثي إلا الجوع والفقر والمرض مثل ما كان جده الإمام يحيى والإمام أحمد قبل أكثر من 50 عاما. هذه الميليشيات هي ميليشيات للأسف طائفية عنصرية إرهابية، لا تفقه في السياسة ولا في الأخلاق الحربية، ولم تقدم أي خدمات للأسف الشديد بحجة أن هناك اعتداء على اليمن. طيب، أنت الذي سببت المشكلة وأنت الذي استدعيت التدخل العربي إلى داخل اليمن، ثم تشكو بعد ذلك تحت مسمى الوضع الإنساني في اليمن. في ظل يعني الأوضاع والتجاذبات السياسية والعسكرية في اليمن، إلى أي مدى تتوقع أن يكون هناك ربما حل للأزمة الإنسانية في اليمن؟ أستبعد أن يكون هناك حل سياسي في يعني على الأقل في الوقت القريب. لا شك أن الحسم العسكري لابد أن يكون في اليمن لحل الوضع الإنساني والمشكلة الإنسانية. لابد من معاقبة ميليشيات الحوثي الإيرانية، لابد من عقاب من قبل الشرعية ومن قبل التحالف وتحديدا من قبل المملكة العربية السعودية التي ينبغي أن تكون جادة هذه المرة بعد أن اتضحت خيانة واحتلال الإمارات للشعب اليمني، وأصبحت تستخدم مرتزقة المجلس الانقلابي في المحافظة الجنوبية ليتقاتل أبناء الجنوب فيما بينهم. الحل هو أن يوقف. نعتذر منك لضيق الوقت أستاذ صالح الجبري.
من اسطنبول رئيس مركز يني يمن الأستاذ صالح جبري، شكرا لك.